خلي يعني سؤال اللي الآن الناس يسألونه، هل الوحدات اللي تم توزيعها معناته أنه المشروعات السابقة اللي بنتها الوزارة خلاص انتهت؟ الوزارة الآن إن شاء الله الطريقة الاستراتيجية الجديدة للوزارة هو الشراكة مع القطاع الخاص، إنها ما حتبني الوزارة، إنما عاد ندخل في البناء ويكون دورنا في التنظيم والرقابة أكثر. طيب، وهذا الهدف الرئيسي والاستراتيجية الوزارة الجديدة. طيب، المجمعات السكنية السابقة اللي بدأتها الوزارة هل تم الانتهاء منها بالكامل؟ تقريبا كإنشاء؟ كإنشاء انتهينا من أكثر من 75% هي اللي نزلت في الحملة، أي وباقي لنا 25% إن شاء الله نخلصها خلال هالسنة عشان نقدر نوزعها. طيب.